لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. يا إلهي، الحرارة شديدة، أشعر بالعطش ولا أجد الماء. لقد أمسكتك، لن تهرب مني الآن. لا لا، أرجوك دعني أذهب من فضلك، أشعر بالعطش الشديد وبسبب هذا لا أستطيع الطيران. ممتاز جدا، سأتمكن من تخفيف شعورك بالجوع والعطش عن طريق صيدك. هيا تعال إلي. كلا كلا، ابتعد عني أرجوك. صيد ثمين آخر أفلت من يدي. أولا لا أستطيع إيجاد الماء، فضلا على ذلك جاءت القطة. لا أدري ماذا حدث للإنسان في هذه الأيام، لا أحد يعتني بنا يا صديقتي. يعلمون أن الطقس شديد الحرارة، فيا ليتهم يضعوا الماء للطيور ولكنهم لا يفعلون. يا إلهي، أوف، لا أستطيع الطيران، يا ترى ماذا أفعل؟ شكرا لك يا الله، لقد وجدت الماء. والآن سأستمتع كثيرا. ابتعدي من هنا، أخشى أنه سيطير بسببك. أنا سأمسكه بكل تأكيد. من أنت؟ هل هناك أحد لينقذني؟ أخي بابر، أنا صديقك سعد. أخي سعد، والله لقد أخفتني، وبسببك طار العصفور أيضا، كنت على وشك أن أمسك به قبل أن تأتي أنت. قبل كل شيء أعتذر منك لأنك خفت بسببي، وثانيا في فصل الصيف يجب أن نضع الماء على سطوحنا وشرفات منازلنا للطيور المسكينة، ليس لكي نصيدها بل لأن الطيور تشعر بالعطش كما نحن نشعر به، وسقي الماء عبادة ولو كان كلبا كما جاء في الحديث الكريم. لذلك يا أخي بابر، اتق الله في هذه الطيور، وعليك التصرف معها وفق ما أمرنا به رسول الله الكريم. المعذرة صديقي سعد، أنت محق تماما، لن أفعل ذلك مجددا. جزاك الله خيرا. وأنتم أيها الأطفال، في فصل الصيف الطيور تشعر بالعطش كما نحن نشعر به، فيجب أن تضعوا الماء للطيور على السطوح والشرف والأمكنة المفتوحة لتشرب منه. علينا أن نتقي الله بالكائنات الضعيفة، قال خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، في كل كبد رطبة أجر. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.